السلام عليكم الخوت، ملي عرفنا على التريجونومتري دابا غادي نشوفو التريجونومتري فونكشن، وبالضبط غادي نشوفو ساين فونكشن يعني السينوس ديال تيتا. وكان الخوت واحد الانيميشن مهمة باش نعرفو منين كتجي ديك الويف، ديك الموجة منين كتجي. شوفو الخوت دابا هنا شنو هذا، هذا الشعاع ديال الدائرة، الدائرة هنا في معلم هي الشعاع ديال الدائرة كيساوي واحد ياك، وهو كيدور وهادشي كيترسم ياك، كيدور وهادشي كيترسم هنا باش كيجينا هاد الويف، هاد الموجة هادي. المهم شوفوا معايا خوت هاد اللعيبة هادي سميتها سلوب اوف ذيس جراف. سلوب قلنا هي ملي كيتلاقاو دوك جوج نقيطات، مثلا هنا هنا النقطة هنا، نبدلو اللون، عندنا مثلا نقطة هنا نقطة هنا ياك، وعندنا هاد المثلث هنايا، هداك سلوب مثلا هو اللي كيدوز من هاد جوج النقط هذا، وكيكون مثلا هنا بحال هكا داير اصلا داير مثلا بحال هكا. حنا بغينا نحسبو الديريفاتيف ديال المهم سلوب، هو الخط اللي دايز ما بين هاد جوج نقاط هادو، جوج نقاط هما دوك جوج نقاط الحافتين المثلث اللي كنحسبو الديريفاتيف ديالهم يعني الاشتقاق ديالهم. وحاجة نزيدوها هو الديريفاتيف ديال السينوس ديال تيتا على الديريفاتيف ديال تيتا يساوي سلوب اوف ذيس جراف ياك. سلوب ديال هاد هذا كامل حيت هو عنده سلوب واحد، وكما العاده هاد هادي كتستاهل تاخد على سكرين شوت الخوت. هاد الخط الاخضر هذا اللي الله كيتنشا دابا، هذا هو شحال كيساوي سلوب، شحال كيساوي سلوب عند نقطتين معينه. مثلا دابا هنا عندنا دابا مثلا درنا سلوب ديال صفر، مثلا سلوب ديال صفر القاوه غادي واحد الخط داير بحال هكا ياك، بقاو غادي بواحد الخط يعني هذاك السلوب موجب يعني كيساوي واحد هنا، هنا السلوب ديالك كيساوي واحد ياك، هو وهاد السلوب هذا غادي تيعواش يعني غادي و تينحدر يعني مثلا هنا اجي هنا بحال هكا، هنا كان هكا، هنا كان هكا يعني هو كان طالع بزاف غادي تيهبط نيشان، حتى هنا غادي طالع بزاف غادي تهبط حتى توصل لهنا تولي صفر، هنا في النقطة هنا تولي صفر. ولكن من بعد ملي تولي صفر هادشي غادي و تينعكس غادي تولي سالب، داكشي علاش درنا هاد الخط هذا باش يمثل لينا سلوب. اجينا شنو كيولي، يولي السلوب ديالنا حتى يجي السلوب ديالنا هنا يولي ناقص واحد، سلوبتين هنا يولي ناقص واحد يولي مثل لنا ناقص واحد. المهم هذا كما قلت لكم هذا غير شحال كيساوي سلوب، مثلا اجي فكر معايا مثلا هنا سلوب ديالنا هنايا شحال كيساوي، صفر باش علاش درنا نقطة هنا. سلوب ديالنا مثلا هنا شنو غيولي، غيولي يطلع هذا تيولي واحد ولكن كنتي كتسائل علاش هادي مكتوب بي وهنا جوج بي وهنا ثلاثة بي، وهي غادا علاش قلت لكم داك النهار داك الواتر ديال داك المثلث اللي كان كيدور ياك، كان كيدور فين كان كيدور، بس كان كيدور فيها هاد الواتر هذا كان كيدور ياك، كان كيدور مني ضرب هنا وصل بي، ضرب هنا جوج بي، ضرب هنا ثلاثة بي، ضرب هنا ربعة بي، وهي غادا وكترسم لينا هاد المنحنى هذا كنسجلو فوقاش كيضرب واحد بي، فوقاش كيضرب جوج بي، فوقاش كيضرب ثلاثة بي، وكنسجلو حنا المنحنى ديالنا غادي وتهبط غادي وتهبط غادي وتهبط، حنا غادي نسجلو بحال الزلازل بحال داك الكراف ديال الزلازل. وهنا خصنا نلاحظ واحد الملاحظة جميلة بأن هاد الخطوط ديما غادي متوازين مع مثلا دابا مثلا هاد الخط هذا غادي متوازين مع المثال ديالو هنايا،
الخط متوازي والخط متوازي، يعني كنقول لكم الخط ماشي هذا، هذا ماشي اصلا مستقيم باش يتوازى، ولكن كنهضر لكم على السلوب. السلوب ديال هذا الا بغينا نرسمو سلوب، ارسمو هنا مثلا السلوب ديال هذا متوازي مع السلوب ديال هذا، السلوب ديال هذا متوازي مع السلوب ديال هذا، هي غاديه. ولا انتم لاحظتوا معايا القضيه دي ديال التوازي، فتلاحظوا بان هذه هاد الخطوط هادو كاملين، هاد السلوب هذا كامل اش كيساوي في اي نقطه معينه، مثلا هنا، مثلا هنا السلوب ديالها شنو كيساوي هو هذا، هانتوما لاحظوا معايا لاحظوا كيتلاقاو هنا كوساين اوف ثيتا، يعني مثلا هنا السلوب ديالها هو الكوساين، كوساين اوف ثيتا، كوسينوس ديال ثيتا، هنا هو الكوساين اوف ثيتا، هنا هو الكوساين اوف ثيتا. الخوت دابا نفهمو علاش كتساوي نفس الكوساين اوف ثيتا هنايا، علاش كتساوي، هانتوما لاحظتوا معايا دابا جينا هاد النقطة هادي بغينا ندرسو لها المشتق ديالها، ياك خصنا نزيدو واحد شوية ياك. هنا شوف هنا في هاد التصويرة هادي تيبين لك بلي داكشي دقيق بزاف، ولكن هنا غير درنا واحد السوم، درنا واحد السوم ودرنا مثلا هذاك الواتر ديالها، درنا الواتر اللي هو سلوب ودرنا ليه هنا، هذا هو هنا المشتق ديال سينوس اوف ثيتا ياك، سينوس اوف ثيتا المشتق ديالها، وشفنا لاحظنا اشنو اللي لاحظنا، لاحظنا بلي هاد المثلث هذا، هاد المثلث كامل اللي خديناه كيساوي لك هاد المثلث هذا، هاد المثلث هذا، داكشي علاش المشتق ديال سينوس تيتا على المشتق ديال تيتا كيساوي ادجاسون والهايب على الهاي هايبوتينوس. المهم هاد الهايبه هادي انا دبرت لكم واحد الصويره باش تشرح لكم هاد الادجاسون الهايبوتينوس، هاي هاد الصويره قلنا الكوسينوس يساوي الادجاسون الهايبوتينوس، هذا هو الادجاسون وهذا هو الهايبوتينوس. المهم كما كنقولوا حنايا الهايبوتينوس هو الواتر. المهم الخوت كما كتشوفوا نتوما هذاك الشيء علاش كيساوي لنا الكوسينوس ديال تيتا. المهم هذه القاعده هذه كتسهل اتخاذ لها سكرين شوت. المهم الخوت حنا دابا سالينا، وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو، انا ما كتبتش عليكم انا استفدت بزاف، نتمنى تكونوا نتوما استفدتوا بزاف، والى حلقتين مقبله ان شاء الله.